مرحب فيكم مشاهدينا في حلقتنا لليوم من برنامج زور مقدسية. تعالوا معنا نتعرف احنا وياكم على قرية دير رفات المهجرة الواقعة الى الغرب من مدينة القدس، لنتعرف احنا وياكم اكثر على هالقرية وتاريخ ألم نكبتها. احنا موجودين في قرية دير رفات المهجرة، احدى القرى الواقعة قضاء القدس. نحكي عن هالقرية. بداية الحقيقة انا بحب استذكر قول الدرويش محمود: انا من هناك ولي ذكريات، واقول انا هنا وذاكرتي هنا وذاكرة اجدادي وجداتي ووالدي وأمي وعائلتي جميعا هنا. إن شاء الله سنبقى باقون وسنعود إلى هذه الأرض بإذن الله تعالى. ويا كاتب التاريخ، دون بدقة وصدق، فنحن من هنا وهذه الأرض أرضنا. هذه القرية، قرية دير رافات، مثل باقي القرى الفلسطينية تم تهجيرها عام 1948 حسب المقولات التاريخية لأجدادنا ولوالدي، أنه بشهر 7، أي في شهر تموز. القرية هاي كان بسكنها حوالي 430 نسمة، يقال بأنه من ضمنهم حوالي 100 مسيحي كانوا متواجدين وعايشين عيشة جيدة وعيشة متماسكين مع بعض، ووضعهم كان كثير جيد وما في أي مشاكل بينهم، بالعكس كانوا متكاتفين بشكل كبير جدا. كان هاي القرية فيها حارتين، الحارة الفوقة والحارة التحتة. الحارة الفوقة اللي كان يسكنها جماعة عبد العزيز خليل كليب اللي هو كان مختار القرية، والحارة التحتة كان يسكنها جماعة العبد حمد اللي هو أيضا العبد حمد كان مختار الحارة التحتة في قرية رافات. هاي القرية كانت تعتمد في البدايات، كانت تعتمد على تربية المواشي، وكانت تعتمد على الزراعة، وأيضا كان احيانا بعض الاعمال البسيطه اللي في الدير. القريه هاي فيها ديرين، مثل ما كانوا يقولوا الختيارية، يقولوا انه دير رافات الكبير ودير رافات الصغير. الهجره كيف تمت؟ مثل باقي القرى الفلسطينيه تم تهجيرنا ونحن لم نهاجر، كما يخطئ البعض، وحتى بعض الساسة أحيانا يقول هاجروا في الثمانينات. نحن هجرنا من ديارنا، نحن هجرنا من قريتنا مثل باقي القرى الفلسطينية. القرية بحدها من المنطقة الشرقية اللي هي صرعة، وبحدها أيضا إلى المنطقة الشمالية سجد، ومن المنطقة الغربية يعني حسب ذاكرتي أقرب القرى لإشواع وزكريا. الآن في 48 يقال بأنه اليهود أجوا من المنطقة الشمالية وبدأوا بالطخ على أهل القرية اللي هم كانوا مسالمين، ما عندهم ولا أي نوع من أنواع الأسلحة للمقاومة. فبعد الهجوم اللي تم على القرية اجتمعوا الختيارية وقرروا انهم لازم يطلعوا من البلد. طبعا تم استشهاد البعض، حسب الروايات بانه هناك حوالي 5 شهداء
اللي استشهدوا في القرية، وعدد مش محصي الحقيقة من الذين أصيبوا في الهجوم اللي تم على القرية. موجودين في أراضي قرية دير رفات المهجرة، أراضي جميلة جدا، يعني زي ما بنشوف خضراء مليئة بمزروعات الصبر، وأيضا يعني مطلة على جميع المكان. وأنتوا بشكل متواصل بتزوروا القرية، احكي لي عن الزيارات. احنا تقريبا كل سنة من 3 لـ4 مرات بنيجي على القرية، على قرية دير رفات. في موسم الصبر بنيجي مجموعات، يعني بنلاقط صبر في متنزهان، نقعد بنجيب العيلة في مكان للشوي، مكان منيح مرتب، ونستمتع يعني في جولاتنا في القرية هون. حتى بنشجع الأولاد، إن أولادنا يعني ابني الأصغر صار يعرف قرية رفات لحاله، يعني بتلاقيه إنه شغل سيارته وين بدي أروح على قرية رفات. وهي منطقة حلوة جميلة يعني، واحنا قاعدين بنعيد انه احنا من هان جذورنا، يعني ان الانسان يعلم اولاده عن من وين اصله، من وين القرى، لانه ان اذا ما علمت اولادك انت الاولاد راح ينسوا ان من وين اصلهم من هون. واحنا يعني في انا بناشد جميع اللاجئين يعني ان يذهبوا الى قراهم، يعرفوا الجيل القادم ان انتم من هاي القريه، انتم هجرتوا عام 1948، واحنا بإذن الله يعني عائدون إلى هاي القرية. زي ما احنا بنلاحظ المكان مليء بالحجارة اللي بتدل على آثار نكبة 48، ويعني وجودكم وجود أجدادكم في المكان ما قبل 48. قرية كان فيها جامع، أديرة، منازل، بيوت، كمان كان فيها مقبرة. احكي لنا عن المقبرة. المقبرة تقع بجنوب القرية، يعني هاي المقبرة يعني كانوا مش بعيدة كثير عن القرية، إلها معالم بس معالمها بسيطة جدا، لأنه يعني مع مرور الزمن إلها أكثر من 70 سنة. إحنا مهجرين من هاي القرية، يعني بتشوفي إن معالم قليلة جدا تدل على القرية. أما على البيوت زي ما صورتوا أنتوا هون، إن مبينة إن في كان هناك ناس. أنا يعني قبل فترة بسيطة أجيت هون، بكى في جروب سواح ان الجاي قال لهم ان هان كانت في قريه فلسطينيه، يعني الكل يعني ما حدا بينكر ان هون كانوا ساكنين اهلنا اجدادنا، وهجروا من هان، وهم مش طلعوا منها يعني تقول براحتهم، هم بدهمش يسكنوا هان، هم هجروا منها. واحنا بنتامل يعني ان عائدون الى هاي القريه على جيلنا او جيل اولادنا. Thank you.
موجودين يعني حول ركام منازل بتعود لأهالي القرية، حتى يمكن احنا قاعدين في قلب أحد البيوت، بقايا أحد البيوت. نحكي عن هاي المنطقة، إيش كان فيها إحدى الأجزاء من قرية دير رفات المهجرة؟ الحقيقة احنا محل ما احنا قاعدين هو بيت، يعني واضح من خلال التصوير المعالم انه هذا الركام هو ركام بيت من البيوت اللي تم تهديمها وتدميرها في 48 وما بعد 48. القرية يعني كان فيها معالم واضحة وتاريخية، ومن جديد انا شايف انه القوس اللي انهد كان جامع اسمه مسجد الحج حسن، وهذا كان الجامع يأوي المصلين وكانت تقام فيه صلاة وأذان وجامع بكل المواصفات اللي بفكر فيها الواحد. الآن أيضا كان موجود في القرية ساحة، هاي الساحة يقال أنه كانوا دائما يعني لما يجي ضيف مثلا يلتموا أهل البلد وكل واحد يطبخ طبخة ويحملوا هالأكل تبعهم ويروحوا على الساحة ويكرموا الضيف ويطعم الضيف كل واحد أكل من الأكلات اللي هو طبخها. قرية مشهورة جدا بالصبر، يعني الصبر، وأنا أقول دائما وغيري يقول ذلك، أينما تجد صبر فقل كان هنا عرب وفلسطينيين يعيشون في هذا المكان. إذا بننظر إلى المنطقة اللي كبالنا أيضا بيبين عندنا الدير الكبير والدير الصغير، وما زال موجودات لليوم الدير، وكانت العلاقة طيبة جدا ما بين أهل القرية وما بين الرهبان وما بين الرهبات اللي كانوا أيضا عايشين في الدير. القرية جميلة جدا، تراب هذه القرية حقيقة غالي جدا علينا، يعني إذا بتطلع المناظر الخلابة للطبيعة بتأخذ العقل. الآن لما طلعوا منها طلعوا مجموعة عبيت لحم شردوا، وما زال منهم ناس موجودين في الدهيشة وناس موجودين في نفس بيت لحم، مدينة بيت لحم، ومجموعة ثانية عاشوا أكثرهم في العزرية وقرية رفات الزعيم اللي هي سموها على اسم القرية. هذا لم يكن الاسم اعتباطا للأسف الشديد، في 78 تم تغيير الاسم القرية، وهذا جرم كان، من رافات إلى الزعيم. وبعض أهلنا أيضا بيعيشوا في المخيمات الفلسطينية، مخيمات الشتات في البقعة، في ناس في شلنر، في ناس وبعض المدن توسعت الأهل بعض المدن الأردنية. نحكي عن الدير لليوم ما زال يعني بزوره أشخاص فلسطينيين وما زال قائم. نعم، إحنا راح نروح على الدير راح تشوفوا أيضا، إحنا زياراتنا مستمرة وكثيرة خاصة الشباب الصغار حقيقة، يعني مقولة سيموت الأجداد وينتهي التاريخ والأبناء بنسوا إذا ماتوا الأجداد، لهذا الحكي مش وارد، لأنه حقيقة كل أولادنا وكل عائلتنا باستمرار.
في أحد الأديرة اللي هو دير رفات واللي موجود على أراضي قرية دير رفات المهجرة، عرفنا أكثر على هالدير. هذا الدير تحديدا يعني احنا الحقيقه دائما بنيجي عليه وباستمرار بنشتري منه، في تطلي بيعملوا عسل مميز حقيقه، ودائما بيرحبوا فينا ولا مره يعني وجدنا وحسينا ان احنا مش مرتاحين في هذا الدير. الان الدير يعني كان عامر اكثر، وكان يوجد فيه اعتقد انه مدرسه، وكان يصدر شهادات ميلاد، لانه في ان اهل معهم شهادات ميلاد باسم دولة فلسطين مكتوبة باللغة العربية ومكتوبة باللغة العبرية ومكتوبة باللغة الإنجليزية، وما زال لليوم معهم شهادات ميلاد خاصة. الناس اللي كان إلها شغل في الدير، الشغل كان يربي غنم، كان يربي الأغنام، وكان يربي الأبقار، وكان هذول الناس يشتغلوا أيضا عند الدير. احنا بدنا نحكي عن قرية دير رفات المهجرة، احدى قرى قضاء القدس. احكي لنا عن هالقرية، كيف كانت ما قبل 48؟ والله بنيت مليحة، بكت في عز والله. 48 جبال هي فجورة، واليهود يطلعوا مننا فوق على الجبال ويصيروا يطخوا علينا. يجون يا بنيت رصاص في الابواب، في الشبابيك، في البرندات. يعني انجبرنا نشرد، انجبرنا يا بنيتي نشرد. شافت كيف ما قدروش يتحملوا هذول يا ولي يحملوا هالسلاح. طب يا جبال عاليه، وشفت جبال عاليه انت؟ رحت وشفت يمكن. كل هذا حال ما بخلصش. انجمعوا يا بنيتي، الله بقولوا بدكم ترحلوا خلص. اليهود بده يسووا فينا زي دير ياسين. هذه ما سمعة دير ياسين صارت يا بنيتي. والله يا بنيتي عذبونا اليهود، مش تقولي. والدير صار يقول تعالوا اقعدوا عندي هنا انا بحميكم، انت مش حامي حالك، بدك تحمينا احنا؟ لا. شردنا يا بنيتي والله، ونتنكل يا بنيتي من هان لهان لهان، غنمنا ومستاجرين بعيد عن الشطرك، ملان كمح وملان طحين وملان زيت وملان، وين ما تمسي نرسي انبات. ظلينا يا بنيتي انشحشتنا، وصلنا العزرية هون. صرنا يا بنيتي من جبل لجبل لجبل، هم استحلوا محلنا. حتى صاروا يقولوا للدير انت ما خصكوش فيهم، المسيحية انت ما خصكوش فيهم. خلص احنا طردناهم يروحوا. شو بدك تسوي يا بنيتي؟ الله يرضى عليك. مطرح ما تمسي علينا ننام. وشو ننام على الأرض؟ الله يقطع عشتنا أسكتي بعين الله يا بنيتي. شو بدك تسوي؟ احكي لي على أي مناطق مريتوا قبل ما تستقروا هون. يا باي بلا، على شردنا على الجبال اللي عند البريج، بعدين عودنا شردنا بتقولوا بيت الجمال، وبعدين في بنيتي بلاد بعرف شو أسميها أخر، بكيتش عارف أسميها. وابو عيشة يا بنيتي، ما كلش من بلد لبلد لبلد تنا وصلنا هان. حتى وين احنا وصلنا؟ قعدنا في بيت لحم، بس احنا تفعوطنا، كل واحد صار راح في دنيا.